طيب نروح نروح لحاجة كويسة برضو جدا. القوات المسلحة شاركت في تنظيم ماراثون رياضي للفئات الخاصة وأطفال التوحد انطلاقا من دورها الوطني ومسؤولياتها الاجتماعية في دعم هنا بقى مؤسسات المجتمع المدني وخاصة مؤسسات الرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة. خلينا نروح نشوف. اليوم ده عشان نلقي الضوء على إعاقة التوحد، ونعرف الناس ان الولاد دول قادرين يعملوا حاجات كتيرة جدا من خلال الأنشطة الرياضية والفنية والتعليمية، بيتغيروا، ونعرف الناس ان ولادنا يظهروا في المجتمع ويحققوا نتائج كويسة، مش لازم نحطهم يبقوا موجودين في البيت. بيخرج عناصر من الطلبة بتجري مع أولادنا بيساعدوهم. السنة الماضية برضو كانوا كل واحد ماسك ايد ولد من اولاد التوحد بيجري بيه، واللي بيتعبوا بيساعدونا، بيطلعوا لنا عربيات اسعاف، بيطلعوا لنا باصات للي بيتعبوا، بيحتفلوا باولادنا. الحقيقه شيء مشرف يعني وعظيم. شايف ان الاطفال دول يستحقوا ان هم يعملوا لهم اي حاجه، مش عشان خاطر ابني بس، عشان خاطر كل الاطفال دول. الناس لازم تبقى ليها تشوفهم وتعرفهم، لازم يتعاملوا معاهم، لازم يحسوا ان الطفل ده مش طفل مختلف او طفل معاق او طفل متخلف، لا هو طفل بيشارك معاك الحياه. اعرفوه وتعاملوا معاه، ما تعاملوهوش على ان هو حاجه غريبه. جميل جدا بصراحه تشجيع الكليه الحربيه والجيش للحالات اللي زي دي، وربنا معانا ان شاء الله. حلو ده جدا. خلينا ناخد على التليفون الأستاذة الصديقة والعزيزة جدا الأستاذة سامية زين العابدين، نائب رئيس تحرير جريدة المساء. يا صباح الفل على حضرتك يا أستاذة سامية. صباح الخير يا أستاذة نهواندو، صباح الخير يا أستاذ محمد، صباح الخير على حضرتك لكل المصريين. صباح الخير على حضرتك، يا رب تكوني بخير دايما يا رب. يا رب دايما نبقى بخير وبلدنا بخير. آمين. خطوة حلوة جدا، وكنا أصلا عمالين نتكلم عن يعني الأطفال المصابين أو أطفال التوحد، وإن هم مش مختلفين عننا، وان احنا لازم نتقبلهم في المجتمع، وشفنا برضو اهتمام من بعض مؤسسات المجتمع المدني، وكان في انشطه ايضا لوزاره الداخليه ودلوقتي القوات المسلحه. فعايزين نعرف من حضرتك بقى تفاصيل اكتر، وهل ده ممكن يكون برضو بدايه للاهتمام بهذه الفئه؟ اتفضلي يا فندم. طبعا. وعايزه اقول لك ان ده شيء جميل، وان القوات المسلحه مش بس عملت كده. لو نتذكر الماراثون اللي نظمته في عند الاهرام، لابد ان يعني الجيش بيعمل الكلام ده، لان الجيش مننا واحنا من الجيش، فطبيعي لازم يشعر بالام ومعاناه اسر هؤلاء الاطفال اللي ما لهمش ذنب ان هم اتولدوا كده. بالظبط. يعني ما ليس لهم ذنب في غير ان دي يعني اراده الله لنا، لكن احنا لازم نخرج ولادنا دول ونطلع منهم اللي جواهم، خاصة ان عندهم طاقة كبيرة جدا جدا جدا. لما نخرج الطاقة اللي جواهم دي ونحسسهم، احنا هنساعد في عملية العلاج الاسرع ليهم، وهتستفيدي منهم وهيقدموا للوطن. يعني برضو في زيارات تانية، زي مثلا الاطفال اللي بتتعالج في المستشفى بتاعت 57 57. لازم نحسس ولادنا في كل مجال ان الاعاقة دي ممكن تكون هي احد الاسباب لتفوقك، احد الاسباب لانطلاقك، احد الاسباب ان انت بنعتبرك واحد موجود مننا زينا زيك. ليه نحسس الاطفال دول بان هم معاقين؟ ليه نخليهم ممكن يبقوا قاعدين في البيت اهاليهم مخبيين؟ ليه؟ صحيح. لا هو اقول لحضرتك على حاجه، هو للاسف بقى هنا الحقيقه ان الاشخاص السليمه اللي فاكره نفسها افضل لمجرد ان هي اتخلقت كده هي اللي معاقه ذهنيا. يعني ان احنا يعني ده وجهه نظري بصراحه، لان مفيش حد احسن من حد يعني. معلش. لا انا عايزه ايدك في دي. ما لما تلاقي واحد معاق في ذهنه وهو متخرج من الجامعه وراجل الحياة قدامه بتبتسم ليه، ويجي واحد تاني يقول له أنت تعالى اذهب فجر نفسك عشان أنت هتبقى هتدخل الجنة مثلا. طيب صحيح. يعني الراجل اللي بيقول له روح يعني روح موت وموت الناس، يعني بيموت كافر،
طب ما سيادتك يعني ما رحتش ليه انت عشان تاخد هذا لا هو رايح لحور العين بقى ما طب ما هو ما راحش ليه يعني هو بالظبط طب هو ما فجرش نفسه ليه ما هو عارف اللي فيها عارف ان مفيش حور يعني هو مش هيطلع لحور العين هو رايح وهن ما بقص المصير فانا عايزه اقول ان كثير جدا مع الاسف من الاصحاء بدنيا وذهنيا هم المعاقين وليس هؤلاء الاطفال صحيح صحيح احنا لازم نحتضن ولادنا في كل مكان ايا كانت الاصابه كلها كوادر مهمه وكلها طاقات احنا محتاجينها علشان البلد دي تقوم مش هتقوم بفصيل معين يعني وتطلعي منها انت ممكن تطلعي منهم ناس تتفوق رياضيا ناس صحيح. تتفوق في حاجة وهم اللي جابوا لنا الميداليات يعني احنا مش هننسى بالظبط بالظبط كده عشان كده يعني القوات المسلحه ادتنا هذا المثل يا ريت بقى نشوف حزو مهم جدا وزاره الثقافه وزاره الشباب صح اهتمام مستمر وزاره التربيه والتعليم المفروض صح. نشوف وزاره التعليم العالي نشوف بقى الهيئات والوزارات الاخرى تحزو هذا الحزو وانها تنطلق عشان نحس ان احنا عايشين مجتمع واحد فعلا صحيح اتفق مع حضرتك جدا نشكرك جدا استاذه ساميه زين العابدين شكرا ليكي